أحيانا يغرقنا الحزن حتى نعتاد عليه وننسى أن في الحياة أشياء يمكن أن تسعدنا وأن حولنا وجوها كثيرة يمكن أن تضيء في ظلام أيامنا شمعة. فابحث عن قلب يمنحك الضوء ولا تترك نفسك رهينة لأحزان الليالي المظلمة. لا تنظر إلى الأوراق التي تغير لونها وبهتت حروفها وتاهت سطورها بين الألم والوحشة. سوف تكتشف أن هذه السطور ليست أجمل ما كتب، وأن هذه الأوراق ليست آخر ما سطر. يجب أن تفرق بين من وضع سطورك في عينيه ومن ألقى بها للرياح. لم تكن هذه السطور مجرد كلام عابر، ولكنها مشاعر قلب عاشها حرفا حرفا، ونبض إنسان حملها حلما واكتوى بنارها ألما. لا تكن مثل مالك الحزين، هذا الطائر العجيب الذي يغني أجمل ألحانه وهو ينزف. فلا شيء في الدنيا يستحق من دمك قطرة واحدة.